أصر المغربي عز الدين النويري من مدينة آسفي أصر على قهر الإعاقة، فاتخذ الرياضة مطية لتطويع الإعاقة متسلحا بهواية رمي الجلة حتى حصد العديد من الميداليات والجوائز. مزيد من التفاصيل حول مسيرته الرياضية مع مراسلنا الأخضر النوالي. عز الدين النويري الشاب الذي حول الإعاقة إلى لياقة، مقاوما للانزواء بالارتقاء. شخصية عز الدين المولود في العام 1986 بمدينة العيون تحررت عبر اختراق المسالك الرياضية، بدءا بهواية الرسم ومرورا بممارسة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ووصولا إلى 2006 حيث ممارسة دفع الجلة بتدريب عصامي. شارك عز الدين في البطولة العربية بالدوحة 2011 حيث حاز برونزية الجلة وتأشيرة التأهل إلى أولمبياد لندن 2012، حيث فاجأ الجميع بتحقيقه لذهبية المسابقة، كما حطم الرقم القياسي العالمي. عز الدين النويري يهوى التحضير منفردا في المساحات الطلقة، تغريه تدريباته الخاصة في مخارج المدينة حتى وهو مصاب في يده. الإرادة القوية صامدة. كندرب ساعتين صباح ساعتين عشية، كتكون خلطة ما بين رفعات الأثقال وحصص تدريبية على الجلة. آسفي التي تعتز بالحضارة والبحر والخزف تحضن بطلها الظاهرة. تجربة عز الدين النويري في التمكن من اختراق الآفاق الرياضية رغم محدودية الظروف المساندة صنعت منه شخصية برمزية مؤثرة في أجيال ذوي الاحتياجات الخاصة وفي القدرة على خلق الطاقة الخلاقة عبر شجاعة الإرادة. الأخضر النوالي بي إن سبورتس آسفي.